بسم الله. اللهم ثبت أقدامنا على الهدى، وزدنا صدقا معك يا ربنا، واجعلنا من أتباع نبيك عليه سلامك، نبي الأصدق، أصدق خلائق، خلائقك، خلائق، خلائق الإيمان، إمامهم الرسل الكرام عليهم السلام، وإمام هؤلاء هو محمد عليه صلاتك وسلامك يا رحمن. ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمن، هو يخدم سبيل الكافرين، أعداء المسلمين، أعداء المؤمنين، أعداء المحسنين. يقول: ومن يخشاك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. ايش مش جرال اللعين ذا؟ ايش مش جرال؟ او هنا مش نوليو نكملوا الآية حتى يحصل لنا هنا مآل هؤلاء على الروم ظاهرا، ولكن يعرفهم ربي بالتمام والكمال، ويخفى عن ولا يخفى عن الله أي كائن كان. والسلام، نعود بإذن الله، والعود إليه دائما مبارك.